مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على ام بي سي أكشن وإذاعة ام بي سي اف ام. اليوم الشباب يضرب بقوة، يعني تركي الغامدي اليوم بيبهذلنا اليوم، لابس أسود ثوب أسود وغترة بيضاء. ها بس مشكلة ماجد الفهمي، ها لو فاز الأهلي شي يلبس صعب يلبس ثوب أخضر يعني. ها إن فاز الشيخ يضرب بقوة، بداية نارية في الكأس، خماسية بكل الأشكال. الشباب أول المتأهلين لربع نهائي كأس الملك بخماسية في ضمك. الليث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي مع الفيصلي منتصف فبراير. الهلال يقابل الرائد في الرياض وفوزير مع البركاوي في آخر تدريب. الاتحاد وصل الأحساء ويواجه الفتح في دور الـ16 من كأس الملك. الباطن يستضيف الحزم بالحفر والفائز يقابل الفائز من الفيحاء وأبها. سلسلة عقوبات انضباطية تطال رئيس الهلال والمفرج بعد النصر. بنجلوي يتوج السويدي فريدر يكسون بطلا لشوط قفز السعودية. منتخب مصر يطلب صلاح وحجازي لكأس أفريقيا لمدة 25 يوما. الجيل الذهبي للقادسية في منزل الرئيس التاريخي علي بادغيش. سعيود في الجزائر ويعود للدوحة للعلاج وغياب عن الطائي جولتين. حياكم الله من جديد، أكشن مع وليد على ام بي سي أكشن وإذاعة ام بي سي اف ام، وأيضا رحب بمشاهدينا عبر تطبيق شاهد اللي يشاهدونا الآن. ضيوفنا اليوم ماجد الفهمي وترك الغامدي، ومعنا من الدمام كابتن عبد الله المسند، ومعنا من العاصمة المصرية القاهرة كابتن سمير عثمان المستشار التحكيمي للبرنامج. يا أخي أنيق سمير عثمان، أقسم بالله يا شوية بدل الكرافتات، وزير والله، وزير والله، رئيس اتحاد كرة، رئيس اتحاد كرة. طيب أستاذ محمد باصم، يعني خلص أنت شغال في اتحاد كرة قدم ودوري ونقاط والاسترخاء العالي جدا هذا، يعني مش معقول أنك ترسل استفسار مثلا وتطلب الرد خلال أسبوعين. لا حبيبي، هذا مو قضية تجارية بين شركتين تقعدون فيها فترة طويلة. يعني أتمنى، أنا ما أعرف إيش الآليات اللي أنتم تتخذونها، بس أخلص يا أخوي، أخلص أرجوك، أخلص، ترى السالفة طالت، ترى القضية هالقد، يعني الموضوع يا إيه لا. مباراة طبعا حضرها كم؟ حضرها 2576 مشجع. عبد الله المسند، شوط وشوط إيش التناقض اللي صار في المباراة اليوم؟ وضمك الفريق اللي مقدم واحدة من أقوى مبارياته في هذا الموسم، كيف يخسر 5 من الشباب؟ وش اللي تغير اليوم؟ من اللي تغير، الشباب ولا ضمك؟ لا طبعا أبو بدر، طبعا الشباب اليوم قدم مباراة عالية، وضمك حنا من المباراة الماضية نتذكرها قبل توقف أمام الفتح، انتهت المباراة بتعادل 5-5، هذا يعطينا الحالة الدفاعية لنادي ضمك اللي قل كثير من بداية الموسم. حنا نشوف اليوم ضمك والشباب طبعا في سلسلة الدوري 7 فوز 4 تعادل 2، أعتقد كانوا متعادلين في جميع النقاط، ولكن في هذه المباراة حنا شفنا الحالة الفنية العالية لنادي الشباب. ضمك يا أبو بدر يعتمد على هوية فنية معينة، وهذه الأندية أندية الوسط دائما إيش تعتمد إيش على بعض. إيش كيف هوية معينة؟ إيش اللي هذه؟ إيش اللي الهوية الفنية أبو بدر تعتمد على عدد قليل من اللاعبين، متى ما غاب اللاعب غابت الهوية الفنية. إحنا نشوف اليوم بغياب مصطفى زغبة والحارس والقائد والمؤثر في خط الخلف. طيب المباراة الماضية لضمك كان أيضا الكابتن زغبة غايب.
لا لا كان موجود. طيب 10 اهداف انت على كلامك 10 اهداف في مباراتين، خمسه نعم في الدوري، كارثه هذه دفاعيه. طبعا طبعا كارثه دفاعيه المفروض ينتبه لها يعني اداره نادي ضمك. اليوم ضمك قدم مستوى عالي جدا، احنا اشدنا في نادي ضمك 13 مباراه نافس على صداره الدوري، ولكن في مباراتين 10 اهداف هذا يعطي جرس انذار للنادي ضمك. احنا نادي ضمك هذا الموسم تغير عن المواسم السابقه اللي كان دائما ينافس على البطلين اخر المباريات. طيب. موسم هذا لا نافس على الصعود، ولكن في مباريتين عنده خلل كبير في المناطق الدفاعيه. اعتقد يجب الحلول، يجب ان تكون الفتره الشتويه لنادي ضمك ان يجد الحلول، خاصه بخط الدفاع في محور الارتكاز ولاعبين افتكاك، لان نادي ضمك من الانديه التي تلعب على رده الفعل وليس الفعل. هذا اي بمعنى علاء يقول عيش كثير تسمع كثير. ماجد الفهمي مع وليد الفراج يقارن بانيجا بسلمان الدوسري، سالم الدوسري، سلمان الفرج طبعا قصدك، وسالم الدوسري، ومسمي نفسه ناقد رياضي. طيب يا علاء انت مش كاتب الاسم صح بعد يعني، والله كرما من ماجد بيرد، تفضل رد. لا هي وجهات نظر يا اخي، اذا انت تشوف هذه الموهبه الرائعه والعظيمه جدا في سالم الدوسري تحديدا، وهذا الموسيقار اللي اسمه سلمان الفرج، يا اخي مشكله كبيره اذا ان مشكلة كبيرة إذا ما ندعم أو ما نكون منصفين لهذه الموهبتين، مشكلة كبيرة والله. عبد التركي إلى أي درجة اليوم في رأيك الشباب كان مطمئن لأنصاره بصرف النظر عن نتيجة المباراة الخامسة، لكن الفوز صحيح والشكل الفني اللي كان على الفريق برغم الشوط الأول كان الوضع يسد النفس، الفريق يملى العين اليوم يعني بغض النظر عن النتيجة. أنت تتكلم عن فريق قدم مستوى مبهر، وفريق عنده شخصيه داخل الملعب، يعني شخصيه فريق بطل. هذه يعني مثل شخصيات مثل هذه الفرق هي اللي تجيب لك بطولات، هي اللي تجيب لك دوري. الشباب اليوم كان يعني حتى لو رجعنا للاهداف الخمسه ما فيها كرات ثابته، لا كلها جمل تكتيكيه تعكس لك مستوى اللاعبين ومستوى الفريق. لما تيجي انت بعد فتره توقف يعني دائما الفرق بعد فترات التوقف يكون عندها ممكن ما يكونون في المستوى، لا اليوم انت بعد فتره توقف بعد معسكر، هذا يثبت لك انك انت استفدت من المعسكر الخارجي، ما كان المعسكر الخارجي للسياحه، لا لا كان في عمل فني يحسب للمدرب. وهذه المناسبه يعني الشبابين يقولوا لشاموسكا اسفين يا سيد شاموسكا، يعني على الاحكام المتسرعه، وهذا درس للشبابين انفسهم وانا واحد منهم، وايضا لجماهير بقيه الانديه ودرس من اداره النادي. وهذه يعني نقطه ثانيه ويحسب يعني واحد من اهم صحيح واعظم رؤساء الانديه اللي مروا في تاريخ الكره السعوديه، رجل عنده خبرة صحيح عالية، عنده نزعة قيادية قوية، عنده كنترول عالي على ناديه، كان ما هو من الناس اللي ممكن هاشتاج ويخليه يروح يمين ولا يسار، فإصراره على البقاء المدرب واضح أنه كان يشوف شيء الناس ما تشوفه، يحسب له أنه عارف وآثق من عمله. وكنت أسأل دائما أبو الويد المدرب يقول لي أنا ماني من نوعية الرؤساء اللي يتخذون قرارات عاطفية. أثبتت الأيام أنه لا، اليوم الشباب عندنا فريق ثقيل في الملعب، فريق يخوف الكل، يعني من أول فريق اللي هو الاتحاد متصدر الدوري لآخر فريق اليوم يخاف الشباب، لأنه الفوز ما جاء فقط تحقق أنه فوز، لا 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 فوز بمستوى كبير. لما يجيك فريق في آخر 7 مباريات 7 كلين شيت، آخر 7 مباريات كلها كلين شيت، 6 منها انتصارات، يعني ما هي تعادلات سلبية، لا هذا تعطيك انطباع أنه لا في عمل وفي عمل يحسب للاعبين وللمدرب. أنت تتكلم عن الشيء اللي مفقود كان في الشباب في الموسم الماضي، التوازن. كان الشباب قوي هجوميا ضعيف دفاعيا، اليوم لا، الشباب قوي هجوميا وقوي دفاعيا بغض النظر عن البداية غير الجيدة. لكن تتخيل أنه تقريبا من شهر أغسطس من شهر 8 آخر خسارة للشباب، يعني تقريبا قرابة 4 أشهر، هذا يعكس لك حجم العمل. اليوم تتكلم عن أسماء، عن أفراد، عن لعب جماعي، حتى وإن غاب اسم يعني أنت تحتار تبدأ من وين، من فواز، من الدفاع والتنظيم المميز، متعب والهدف والعرضية. تتكلم عن باولينيو اللي قاعد يثبت ويبرهن أنه قيمة كبيرة، يعني هذا الصفقة. ونرجع نقول الشبابيين ثقوا بخالد البلطان وبقراراته لما تعاقد مع هذا اللاعب، الكل هاجم وليش، وكان في روماريو باولينيو اللي جاء للاهلي وليه ما اخذته، لا اثبتت انه اللاعب لا ما هو باسمه، اللاعب بقيمته الفنيه. ايضا كارلوس، ايضا بانيجا اللي انا اقول يعني بانيجا واحد من اعظم اللاعبين اللي موجودين في دورينا، وظلم لاي لاعب انك تحاول تقارنه ببانيجا، لا بانيجا في كفه وبقيه اللاعبين في كفه مع كل الاحترام والتقدير، قاعد يغير في شكل الشباب بشكل اكثر من رائع. الف مبروك للشباب، وما زالت هذه خطوة كان يعاب على الشباب في النسخ الثلاثة الماضية أنه يخرج من الدور سواء 16 أو دور 32. اليوم الشباب يحقق فوز اقترنت فيه النتيجة الكبيرة أمام فريق ما هو ضعيف، فريق قوي، ضمك ترتيبه الثالث في الدوري، اقترنت بالمستوى الكبير، وهذا جرس إنذار لكل الفرق بأن الشباب يعتبر واحد من أقوى المرشحين لتحقيق الكأس.
انتهى وقتنا. شكرا كابتن سمير عثمان، كابتن عبد الله المسند، وتركي الغامدي، وماجد الفهمي. بكره موعد اخر، تصبحوا على خير.